صباح الورد وحياكم الله معانا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى وعلى أنغام الموسيقى. ابتدينا معاكم اليوم حلقتنا وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. أنا بالنسبة لي الصراحة البداية وايد جميلة خصوصا مع مارسيل وأمل وأيضا مع الأطباق الجميلة. وفي أطباق حلوة من السويت الصراحة أنا أعشقها، اللي قرص العقالي، وبعد خلينا نقول لما نحط الرهش على بعض الحلويات يعطي طعم كويتي أصيل، خصوصا الحلويات الكويتية اللي احنا نعتز فيها. وصباحك ورد فاطمة. صباح النور والجمال أسماء، وصباح الخير وصباح الكيك والحلويات على كل من قاعد يتابعنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شاي الضحى. مثل ما أنتم شايفين عندنا في الاستديو اليوم يعني كيك وطريقة مميزة لتزيين الكيك، راح نتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستديو ريم الجاسم. حياك الله معنا. أهلين، حياك الله. إيش مسوية؟ إن شاء الله بخير. اليوم بنسوي كيك بس في يعني نكهة كويتية. أوكي. اليوم حبيت أقدم لكم، دام دش علينا الشتاء والجو البارد، فدائما الكويتيين يحبون الرهش. صح. استوى وش قلتي لأن الرهش على مدار السنة يحبون الكويتيين، لكن يزيد يعني يزيد حالاته بوقت الشتاء بجبال الدوة مع الخبز الإيراني. لا نكهة خاصة. يعني. فإحنا يعني كالبيستري شيف نحب نأخذ هذه الأشياء الموسمية ونسويها كحلويات. فحبيت أقدم لكم اليوم تارت الرهش وشيء ثاني قرص العقيلي. إحنا متعودين قرص العقيلي اينا كذي كيكه ونقصصها. صح صح زين، لكن بقدم لكم طريقه اليوم تسهل على مثلا اذا وحده يوها ضيوف، فصعب انها تقوم وتقصص وتحط لهم كذي، يصير بالها مشغول. تبي شيء مرتب يعني، تبي شيء مرتب، فيصير كل 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 ضيف عنده قطعه فرديه بطريقه تزيين جدا جميله. اوكي حلو، انا وايد صراحه تشوقت حق هالموضوع هذا، خصوصا ان في اطباق وايد مميزه بالنسبه لي انا، يعني وايد انا اولد فاشن بالاكل والسويت والشغلات هذه من غير وايد اضافات. لكن انا ودي اسال السؤال، هل في اضافات على قرص عقيلي بتكون يعني كاضافات يعني حديثه من كريمه وغيرها؟ أيوة. ولا بتخلينا أيوة. مثل ما هو احنا متعودين قرص عقيلي يكون كيكه كذي متروسه السمسم من فوق، متعودين هذا شكل قرص عقيلي. اول ما احد يسمع قرص عقيلي يتبادر الى ذهنه هذا صوره زعفران صح انزين. اليوم راح اقدم لكم اياها بشكل عصري مودرن مطور، ما راح يغير طعمه يعني، لا لان اوريدي احنا مسوين قرص العقيلي الاصلي. اوكي حلو. والاضافات اللي هي الكريمه، يعني لما اقول حق الكريمه مع قرص عقيلي الناس ما يعني ما تستألفه، لكن صح. لما تاكله تحس انه اوه تغيير. صح نجرب. صح, صح, صح مو مشكله نجرب. حل يعني تجربه حلوه، وحلو ان الواحد يغير، وخاصه اذا كان في طريقه تسهل على السيده في انها تستقبل صح. ضيوفها او أيوه. حتى لو حق نفسها في البيت وحق عيالها في البيت أيوه. حتى مع عيالها، لان الادوات المستخدمه في التزيين جدا بسيطه حلو. ما هي معقده. حلو يعني ممكن اليهال يشاركون مع الام وافضل التزيين. افضل يلا نبلش الحين فالخطوه شنو اول شيء راح نسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اول شيء بنبدا بقرص العقيلي. هذا قرص عقيلي سويته من البارح بالليل. أيوه. فاحنا متعودين القالب يكون قرص عقيلي عرفتوا المدور انزين، فاحنا سويناه بقالب مستطيل على اساس يصير عندنا شكل مستطيل ونقصص على راحتنا. اوكي انزين، فاحنا استخدمنا هذه القطعه. اوكي راح تعطينا شكل مربع. مربع شوفوا، انا ابي ثلاث طبقات. والشكل الثاني هذا شكل حيل مودرن، هذا شكل نص نص حلال. فلما طلعناها الكيكه تكون هي على قالب مستطيل، انا افضل انه يسوونها الطبقتين ونقصصها على راحتنا على اساس ما تكون عندنا حلو. الطبقه وايد متينه. اوكي يعني تكون تحتاج يعني ضعيفه اكثر. ايوه، فانا بعلمكم هذه هذه الحيله. احس السكينه اول شيء صح ولا هذه السكينه يسمونها برد نايف، هي برد نايف حق الخبز وحق الكيك لانها مشرشره. اوكي اوكي، ان تقطع بسرعه يعني. اي البريد نايف دائما يستخدمونها حق الكيك وحق الخبز لانها مشرشره وتقطع لكم سهل، عكس ما تخرب لما في بعض انواع ممكن لما تقصين الكيكه تتفتت يعني ما تعطيك الشكل الصح. ايوه ما نقص الكيكه وهي حاره لازم ننطرها، تنطرونها على الاقل ساعتين. اي عن تجربه يعني المستعجلين ينطرون ولا تطلعونها من القالب بسرعه. اي راح اول شيء راح تتفتت وتتكسر وراح تلقون نصها لازق بال نصبر عليها، صبروا عليها ساعة راح تطلع معكم سهلة. وأيضا بالقص جدا شيء سهل. حلو. هذه غلطة بسيطة لكن الناس ما تعرفها. وايد صح. فبسم الله أنا بأخذ هذول الأشكال اللي قصيناهم نحطهم على جنب شوية ممكن زين. هذا الشكل اللي بنشتغل عليه صح؟ هذا الشكل، لكن أنا بوريكم طريقة القص. طريقة القص دائما نختار الزاوية، وعندنا هذه الطاوله اللي تساعدنا عشان تتحكم فيها يعني تتحرك يعني عاد تتحرك. اي فهذه الطاوله هي صديقتنا بالمطبخ. حلو اوكي، فالسكين نختار زاويه
نقدر نقص فيها. هذه زاوية نقدر نقص فيها. فنقص وندور الطاولة، نقص وندور الطاولة، يعني ما نقص دايركتلي. أوكي. أيوة. فإذا درنا الطاولة أوريدي استشينا قاعد قص الكيكة. يعني حتى بالقص في فن، خصوصا بالحلو. أيوة. الحلو وايد في دقه يعني الكيك صدق فن اسماء. يعني انت ما شاء الله مرات تمسكين السكين ويلا تقصينه بعد تعطيه شكل عوي. شنو صار الحين عندنا لما قصيناها؟ اوكي طبقتين مستويين. الخطوه الثانيه راح ناخذ الكتر. اوكي هذه عشان شلون قصصتيها انها مربعات. شوفوا شلون مربعات. ترى اسماء في اشخاص يستسهلون، يعني مجرد انك قاعد تشوفين تحسين الموضوع سهل عادي، بس بالتجربه يبي لها وقت وصبر واتقان وممارسه. طبعا طبعا. هذا شوفوا، بدل احنا ناخذ السكين ونقص بهالشكل وايد تقليدي، يعني وايد انه صراحه ممكن بعد مو دائما يعطيك الشكل مضبوط. ايوه شوفوا حتى الكتر تسهل لنا العمليه وتخلي الاطراف متساويه. فهذه الخطوه الاولى. اوكي خلصنا منها. الحين قصصنا. الحين قصصنا طبعا. هذه الحين اشياء ما نحتاجها خليها على جنب. اوكي ممكن. شو راح نسوي الخطوه؟ انا ودي اذوق ال مع القهوه. انزين فانا قلت لكم الشكل الاول المربع. اوكي نختار الطبقه اللي تكون سيده تماما على اساس تكون هي حلوه لذيذه. شميت ريحه الزعفران والهيل. ريحه الزعفران اصلا من هني انا قاعده اشم ريحه. فما نستعجل بتركيب الطبقات، احاول اختار الطبقه اللي تكون هي مستاويه تماما. هذه راح تكون الطبقه العلويه وهذه بالنص وهذه تحت. انزين الشيء الثاني نحتاج الحين الشيء الكريمة. الثاني اللي باخذه على اساس ناخذ الكريمه ونحط ومو مستوي، هذا اللي هم يسمونه البايبنج باج، الكيس الحلواني. في التبس وتشوفون نهاياتها مختلفه، في شكل مدور، في شكل نفس اللي جايبتهم معانا هنا. أيوة. اكثر من شكل ساعدنا بعمليه وضع الحشوه او الكريمه. شنو نوع الكريمه؟ يعني اي كريمه ممكن استخدمها؟ هذه انا استخدمت كريمه الخفق. اوكي لان سكرها قليل اوريدي. ابي اوازن بين السكر الكيكه والكريمه، ما نبي شيء حالي وايد حالي بعدين. صح ما نبي شيء طاري. فالحين ناخذ كذي هذا، دائما نحط صبعنا هنا هو اللي يوجه، والضغط يكون من فوق ما يكون من تحت. يعني تعاملوا برقه مع الكيك. يبيله شويه طولة بال وتدريب بعد. بالضبط. ترى شيء سهل لكن بالممارسه. طبعا كانها ساندويتش كذي. انا حسيت كذي. راح تسوينها طبقات صح؟ ايوه. اوكي وايد حبيت الفكره. قدر الامكان احاول اخفف الكريمه. انزين اللعب وين؟ اللعب فوق. اوكي هذه كريمه شنو؟ هذه نفس الكريمه لكن لوناها بلون الاصفر. اوكي تعطي يعني لون وشكل. تعطي لون. فيها طعم زعفران ولا بس مجرد لون؟ لا لان الكيكه متروسه زعفران. صح. فما ابي زعفران طاغي. انزين من فوق غيرت الشكل الحديده خليناها مدوره حق التزيين. راح اعمل لكم الديزاين. اول شيء نضغطها نحاول نخليه مستوي. خليتها نحاول نضغط من فوق ونسحب. نضغط من فوق ونسحب. هذا اهم بارت. بجرب. التزيين شلون تعطين الشكل النهائي ترى وايد يعني. صح. مهم. انزين. هذه الاولى راح اكملها بعد شوي. خلاص انزين. ان شاء الله. والكيكه الثانيه الحين على اساس نعطي تتش شويه نحاول نحط شويه زعفران من فوق ونفتته شوي راح يعطيها من احنا راح نشوف بعدين ان شاء الله الشكل النهائي. بس نبي نشوف شنو الطبق الثاني. الطبق الثاني خلينا نعزل شويه الاشياء الثانيه. عادي انا اكمل التزيين. اجرب. قلنا الضغط من فوق. ما يبينا شيء فوق. انزين تحاولين تحطين شويه وتسحبين اللي فوق فتصير عندك شكل مدبب. اسحبي اللي فوق. اوكي ايوه بس يفضل تحطين صبعتين. اي عشان صار وايد صغار فاطمه. لان هي اول مره. أوكي. اول مره. أوكي. وطلعه معاها شكل ترى لا وعلى الهواء يعني بعد شاطره. بعد زقرتيهم وايد الحين قاعد اقول لان كنت مدحتيها لا مو اول مره. على الطبق انا مره سمعت انه اذا الواحد قال اول مره والناس قالوا اي يلا اول مره الحظ مشى معك. أيه. الموضوع يمكن ما يضبط معاه فنعود نفسه انه لا انا عارف اساسا يعني خليك هو واثق من نفسه. أيه. حلو حلو. لا يسمع كلام الناس. على ما تشتغل فاطمه خلينا نشوف الطبق الثاني اللي بنسويه. ريم فاطمه واحدة تحت واحدة فوق صار شكل هندسة. خلاص احنا هني نشتغل بالطبق. كمل الطبق الثاني. تحاول انها ترقع بالشكل مو مشكلة. انزين خلاص انا قرص عقالي. اوكي هذا راح نرجع له بعدين. هذا نرجع له بعدين لان حتى هذه شكل عشان بس الوقت عشان بس الطبق الثاني. احنا قلنا شنو؟
قلنا استخدمنا الرحش، تارت الرحش، لكن انا ما استخدمت التارت، عجينه التارت اللي هي مثل البسكت. اي الناس غالبا تحب التشيز كيك، تحب البسكت البسكوت، فاستخدمت قالب التارت وحطينا طبقه البسكوت. اوكي حلو. اوكي راح ناخذ هذه. شنو هالخلطه هذه؟ هذه خلطه يسمونها موس، الموس طبق فرنسي، نقدر نشكله بفليفر يعني اشكال وايد، بس غالبا الموس موسلي اللي هو الشوكليت. اوكي الموس عندنا مثلا طريقتين، انا استخدمت الطريقه الاساسيه البيزك اللي تعطينا قوام حلو، فلبتي من داخل. أوكي. ما تحسون طعمها راح يذوب بحلجكم. الاربع صفار بيض نخلطهم مع 50 جرام سكر على جنب، نحطهم بجدر صغير، نحاول نسخن الكريمه ثلاث ارباع كوب، ما نغليها، ما نخليها تسخن، من تغلي نصب شويه على الخليط الصفار. ليش ما نخليها وايد الكريمه وايد حاره؟ الكريمه وايد حاره راح يطبخ البيض. اوكي فاحنا نحاول نعادل الحراره. اوكي مجرد صبينا شويه من الكريمه نخفق صفى البيض، ونرد صفى البيض مره ثانيه بالجدر على النار، ونظل نحرك 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 نحرك، راح تشوفون قوام ثقل. أوكي. ويعطينا هذا القوام. يعطينا هذا القوام. أوكي. بعدين نحط الفيبر اللي نبي، وعندنا على جنب الكريمة اللي سألتيني عنها من ساعة تكون مخفوقة خالصة، ونخلطهم مع بعض راح يعطينا هذا القوام. أوكي. خلينا نشوف الشكل الحين شنو بنسوي فيه. ناخذ قفجة. وشنو الفليفر اللي مختارته؟ رحش. 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 أوكي بظهر القفشة. أوكي. نحاول نواسي. ريم الحين في شيء مثلا بالشكل النهائي راح يبين، ولا نقدر نرجع بعدين نشوف الشكل؟ نرجع بعد شوي الحلقة. بس انا علمتكم الاشياء الاساسيه. هذه الاساسيات حلو. والتزيين راح اخليكم اياه مفاجاه. خلاص اوكي بساعدك انا بالتزيين، بس بالفاصل عشان اكون دقيقه اكثر. راح نكمل ان شاء الله معكم من خلال فقرات في شاي الضحى، خليكم معنا لا تبعدون. التعلم بالمرح والألعاب التدريبية وأثرها على المتدرب، موضوع حديثنا القادم مع فاطمة عبد الواحد معرفي، مدرب في مجال الإدارة والتنمية البشرية. الرياضة لها دور كبير في حياتنا، بالتالي تابعونا في فقرتنا اللي بنقدم لكم فيها كل المعلومات المهمة اللي تخص مجالي الصحة والرياضة. الشبابية المتميزة المحتاجة ان احنا نسلط الضوء عليها. تابعونا من خلال برنامج شاي الضحى كل يوم اربعاء، نسلط الضوء على هذه المواهب. معكم زينب شمو هاوية حجر الكهرب، تابعونا في فقرة امبر. رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. المجوهرات الاكسسوارات دائما تثري أناقة المرأة وتعكس طبيعة المناسبة اللي حضرتها. تفاصيل كثيرة راح نتكلم عليها ونتعرف عليها أيضا مع مصممة المجوهرات زينب شمو، تابعوها.
صباح الخير، اليوم معاكم فقرة أمبر. راح نتكلم تحديداً عن اكسسوارات الكهرب النسائية. راح أول شيء أشرح شلون بلشت وشلون تميزت باكسسوارات الكهرب النسائية. من خلال زياراتي إلى أوروبا وتحديداً في بولندا، كنت أزور المعارض هناك، فاكتشفت وشفت أن حريبهم متميزين بشكل جميل وكبير جداً في اكسسوارات الكهرب. فمن خلال زياراتي اكتشفت ان الكهرب مو مقتصر على الرجال فقط، نقدر احنا النساء نستغل هالشيء بطريقة حلوة ونتميز فيه ونكشخ فيه. ومثل ما انتم عارفين يعتبر الكهرب زينة وخزينة حاله حال الذهب. فهناك بلشت تعاملت مع مصانع في بولندا، صممت كذا قطعة مميزة عرضتهم عندي، وشفت بالآونة الأخيرة إقبال كبير جدا من النساء في الكويت ومن الخليج على اكسسوارات الكهرب. حبوا التصاميم، أشياء مميزة، فكرة جديدة في الخليج وفي الكويت عندنا، فحبيت أن أنا أطور من هالشيء. حجر الكهرب ممكن أن يتشكل أكثر من طريقة بالنسبة لتصميم الاكسسوارات، ممكن هي على عقد، ممكن على السوارة مثل ما انتم شايفين، على خواتم، وممكن على تراتشي. فهو يعتمد على الطلب، وانا ممكن اصمم الطريقة اللي تناسب جميع الاذواق وترضي جميع الاذواق، واهم شيء ان الالوان تكون متناسقة متجانسة، تكون من حجر واحد او من اكثر من حجر. فوائد الكهرب كثيرة قبل جماليته، لا فوائد على جسم الإنسان. أول شيء مجرد ما أنه هو يلامس الجلد أو البشرة يبعث السلام الداخلي للجسم، يسحب التوتر، تقريبا يعتبر مضاد حيوي لجسم الإنسان، للأطفال للكبار. فأنا حبيت أنه أشكله على أكسسوار يتزينون في النساء يستفيدون منه، وهم يكون زينة وخزينة وشكله جميل. انتظرونا فقرة ثانية أسبوع الجاي إن شاء الله، نشوفكم على خير. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الفقرة الجميلة، وحلو أن الواحد دائما يتعرف على أمور جديدة، خصوصا يمكن الأحجار اللي لها فوائد كثيرة على صحة الإنسان. رح ننتقل إلى موضوعنا القادم، فعلا من الأسس الصحيحة للنجاح التخطيط وتحديد الأهداف لتحقيق الطموح المستقبلية. ضيفتنا اليوم رح تكون أكيد عندها كثير من الأمور، لكن هي فعلا صاحبة مؤسسة مبادرة مسارك. تكلمنا اليوم أكثر عن هذه المبادرة، لكن خلونا نشوف هذا التقرير ولنعود إن شاء الله. تعتبر المرحلة الثانوية هي عصارة سنوات سابقة فيها الطالب اختار التخصص اللي حاب يدرسه ويتخصص فيه، لكن يحتاج يخطط في آخر مرحلة من الثانوية لتخصص الجامعة، ويحتاج إلى طرق تدريبية تعرف الطالب على البيئة الجامعية المحيطة فيه والتخصص اللي حاب يدرسه عشان يختصر الجهد والوقت. رجعنا معاكم مع ضيفتنا في الاستديو. موسيقى اليوم عندنا وكيك،
كل هذا وأكثر أكيد بتشوفونه دائما في شاي الضحى وغير المواضيع اللي دائما تضيف لثقافتنا وثقافتكم إن شاء الله أيضا. معنا في الاستديو الدكتورة بسمة العنزي مؤسس مبادرة مسارك. صباح الخير دكتورة، حياك الله معنا في شاي الضحى. الله يحييك، مشكورة. دكتورة في البداية ودنا نتعرف أكثر على مبادرة مسارك. احنا مبادرة جديدة، الفكرة منها ان احنا نساعد طلبة الثانوية وطلبة الجامعة باختيار تخصصهم الدراسي والوظيفي. نبي نقلل نسبة الخطأ، يعني هذه الفكرة، ان الواحد يعرف على اي اساس يختار تخصصه، يكون عنده معلومات قبل لا يختار التخصص. نعم، هذه نقطة وايد مهمة، لان عادة يكونون محتارين لما الحين مو محددين مسارهم، وهذا شيء وايد مهم انه هو فعلا يعرف وين انا بروح وشنو هو التخصص اللي ممكن يستفيد منه. لكن انا ودي اتكلم اكثر عن المهارات اللي تركزون عليها في هذه المبادره، ايش كثر ممكن تحسن من خلينا نقول انتاجيه الطالب، حتى تفكيره يمكن يتغير بعد. بالنسبه حق المهارات، احنا عندنا يعني احنا نمشي على خطين. نعم. الخط الاول ان احنا نعرفهم بالتخصصات والمسارات الدراسيه او الوظيفيه بعد. نعم. عشان يعني مثلا يجربون الوظيفه او يجربون يعدون مثلا، ممكن نقعدهم مع طلبه تخصصات مختلفه ويسالونهم، يعني مثلا مرات تلاقون الطلبه حتى ابسط الاشياء ما يعرفونها، يعني مثلا شنو الفرق بين الهندسه المدنيه والهندسه مثلا الصناعيه والهندسه الكيميائيه. نعم. فيقعدون مع طلبه متخصصين او مع دكاتره، نقدم لهم محاضرات يفرقوا لهم بين التخصصات، يعني انا يعني ضربت مثال بالهندسه بس انا اقصد في جميع التخصصات. نعم. هذا اللاين الاول. اللاين الثاني، احنا حابين نشجعهم انه يكون عندهم مهارات حياتيه ويكون عندهم هوايات، لأن الواحد عشان يعرف هو يعني شنو المجال اللي يحبه أو الباشن ماله وين. نعم. يكون عن طريق الهوايات، الهوايات شوي تعطي الواحد ممكن تساعد أنه يعرف هو شنو يحب، يعني نعم. يمارس بالمستقبل، هو يكتشف نفسه من أيوة خلال الهواية اللي قاعد يمارسها بشكل أيوة. يومي. فإحنا أيضا نمشي بهذا اللاين، يعني إحنا نحاول أن نسوي لهم ورش عمل تكون فيها مثلا تنمية مهارات إبداعية، تنمية مهارات حياتية، يعني يجرب الطالب ويشوف نفسه هوايات وين إيه؟ تصير مثل ميني وركشوبس. أيوة. أن نساعدهم أن هل أنت تحب التصوير، هل أنت مثلا فنان، هل انت شنو مجالك يعني اكثر اللي تحبه. حلو. اذا يعني بنتكلم ايضا عن المجالات عندكم تحديدا في المبادره، مبادره مسارك، ما شاء الله تكلمتي ان في اكثر من مجال قاعد تغطونه للطلبه وتعرفونهم اكثر على المجالات المتاحه اساسا يعني في السوق كمهنه لهم في المستقبل. بالنسبة لكم يعني من خلال هذه الرحلة المميزة في توجيه الطلبة علشان يعرفون مسارهم اللي يناسبهم، شنو الجوانب اللي تحديدا قاعد تسلطون عليها الضوء؟ مثل ما ذكرت لك، هي الجوانب الوظيفية والدراسية ومهارات حياتية، يعني تقريبا احنا قاعدين نحاول نغطي هذه المجالات كثر ما نقدر. نعم. طيب يعني ذكرتي دكتورة كثير من الورش والمهارات اللي ممكن الطالب يلقى نفسه فيها، لكن شو ممكن خلينا نقول تحددون هذه خلينا نقول المهارات اللي ممكن هو يميل لها، لأن الواحد مرات يشوف أكثر من مجال فيكون محتار شوية. هني دوركم عاد طريقة توجيهكم للطلبة وشون ترغبونهم، يمكن في بعض المجالات الواحد يكون حابة لكن متخوف نوعا ما، يعني يحتاج أنه شوية يلقى هذا الدعم، فودي أتكلم عن النقطة هذه أكثر. إحنا نحاول أن إحنا ما نوجه، يعني ما نخليهم يتجهون باتجاههم، يعني نظرتنا إحنا للأشياء. نفس الأهل اللي مرات. أصلاً إحنا نحاول نقول لهم أن حاولوا أنتوا تقررون بعيد عن أهلكم، أوكي؟ يعني رأي الأهل ورأي الناس الخبرة مهم، بس لازم تعرفون أنه بالنهاية أنت اللي راح تقعد بهذه الوظيفة حق باقي حياتك، يعني فلازم تكون تحبها. فإحنا ما يعني نوجه، عرفتي يعني مثلاً خلينا نقول مثلاً أنا دكتورة أقوم أرغبهم بالطب أو بطب الأسنان، لا مو هذه الفكرة. الفكرة أن أنا أبي أرغبهم أنت شنو الصج تحب. صح. لازم أنت تبحث بداخلك تعرف شنو تحب. فعشان كذي إحنا نحاول نركز على موضوع اللي هي مثلا شلون تختار تخصصك، مثلا ممكن نعطيهم مثلا هم سوق العمل، جانب سوق العمل شنو يحتاج يعني السوق، اي مثلا عندك مثلا هم نحاول نخليهم يعني يجربون، يعني هذا ان شاء الله بالمستقبل احنا ناويين نسوي لهم، يعني نخليهم
يجربون شوي الوظيفة، يعني يشوفون الحياة، هل هذه الحياة اللي أنت تبيها؟ كذي راح يكون شكل دوامك طبعًا. يعني نعم فعلا، يعني تبادل أيضا الخبرات بالنسبة للطلبة تلعب دور كبير. يعني أنا قرأت في هذا الموضوع كثير من الكتب تكلمت عن تجارب أشخاص نجحوا وتميزوا في مهنهم، سواء من دكاترة، مخترعين، وكانوا ناس مميزين في المجتمع. انطلقت الفكرة معاهم لما التقوا أيام دراستهم في شخص كان مميز، يعني يتكلم عن مهنته، وكانت نقطة التحول بالنسبة لهم لما التقوا بالأشخاص اللي مارسوا المهنة. من واقع خبرة دكتورة، إيش كثر لمستي هالشيء في الطلبة لما التقوا مثلاً بالدكاترة، في المهندسين؟ بصراحة حلوة النقطة اللي أثرتيها، اللي هي فكرة إن الإلهام لما يقعدون مع شخص ملهم من المجال. يعني إحنا سوينا لهم فعالية كانت على مدى يومين، ويبنى أشخاص يعني ملهمين كانوا فعلاً بمجالهم، سواء بطب، طب أسنان، هندسة، صيدلة، شنو بعد، علوم إدارية، علوم حياتية، عمارة. فكانوا يعني لو تشوفونهم شلون يسألون الطلبة وشلون كانوا يعني inspiring، يعني ملهمين. نعم. من ويعني مثل قاعدين يشوفونهم قدوة، وإن قاعدين يحاولون يقررون أوكي لا أنا كنا أنا أبي كذي ما أبي كذي، كنا صح أنا كنت فاهم إن الموضوع كذي، طلع الموضوع كذي. ففعلا هذا شيء وايد مهم. وأيضا من المبادرة، من الفكرة منها، إن أنا ليش أبيهم يعني أو إحنا ليش نبيهم يتخصصون تخصص يحبونه؟ لأن الإنسان ما يعطي إذا ما يتخصص بالتخصص. فإذا إحنا فعلًا يعني نبي جيل منتج وجيل يعني يعطي يعني مختلف، يعني رؤية مختلفة، لازم يكون هو فعلًا حاب اللي قاعد يسوي. فأنا نعم. ودي كلهم يتخصصون تخصصات يحبونها عشان يبدعون فيها. نعم. وما في تخصص مو زين. صح. إذا أنت تحبه راح يصير زين. صح أكيد. وشو أنت راح تبدع فيه وراح تسويه زين. بالضبط. دكتور، في نقطة وايد مهمة، يعني في بعض التخصصات اللي قبل كان عليها طلب أكثر وسوق العمل كان يحتاجها بشكل كبير، لكن يقولك إن كل شيء تطور. طبعا أكيد في تخصصات كل شيء يكون موجود وأكيد إحنا نحتاج للكل، لكن في تخصصات جديدة في عليها طلب كبير الحين لسوق العمل، وبعض الطلبة يمكن يجهلون هذا الموضوع، يعني ما يكون عندهم الخبرة والمعرفة الكافية، ويمكن حتى الأهل دائما يوجهونهم إلى تخصصات نوعا ما نقدر نقول التقليدية المعترف فيها المعروفة، لكن في بعض التخصصات اللي راح يكون أو وقتها مثلا كانت مطلوبة فهم ما يعرفون. في تخصصات الحين لها طلب إن شاء الله بالمستقبل اللي قريب راح يصير عليها الطلب أكثر، وسوق العمل يحتاجها وراح تلغي دور، خلينا نقول تحل مكان. فش كثر مهم إن الطالب يكون عنده هذه الثقافة الكافية بأنه هو يعرف أنا شنو راح يكون المستقبل وسوق العمل شلون راح تكون الرؤية بعدين. والله كان في ذاك يوم عندنا محاضرة حق دكتورة محمد ربيع، يعني نزع ونكلمهم بهذا الموضوع، أن يعني مستقبل الوظائف شلون يعني متجه ناحية العلوم، شلون مثلا الأشياء البيانات، الأشياء اللي لها علاقة بالبيانات. كانت الفكرة المحاضرة عن مستقبل الوظائف، أن شنو الوظائف المطلوبة. أيضا دكتور أحمد رشيدان الهندسة مكلمهم أن شلون إذا تخصص الدولة قالت لكم هذا في اكتفاء، لا يعني في يعني يقول في سنة ليش قالوا في اكتفاء، كلهم يبون يحطون واسطة يبون يدرسون برا هذا التخصص. فيقول إن إذا الدولة قالت لكم إن في اكتفاء من هذا التخصص، يعني أنتوا لازم تعرفون يعني تحترمون هذا الشيء، عشان بعدين لا تقولون مثلا في مثلا مو محصلين وظيفة درسنا أو وتعبنا. فيقول إن هو في يعني جايد، يعني إحنا لازم نحاول نتبع هذا الجايد، وهم موجودين وقاعدين يساعدون الطلبة يعرفون شنو اللي تخصصات اللي مطلوبة وشنو اللي يحاولون يوخرون عنها. دكتورة أيضا من النقاط المهمة في هذا الجانب في يعني في اكتشاف مهارات الطلبة، فإن صاحب الخبرة الشخص الكبير اللي مارس المهنة دائما تكون عنده نظرة تجاه الطالب، سواء كان طفل أو مراهق، أنه يملك المقومات. مثلا يعني الحين أنا أطلع التلفزيون ومذيعة، في بعض الأطفال لما أشوفهم أشوف ممكن في المستقبل يملكون هذه المقومات. فإيش كثر مهم أن الواحد هو بنفسه يكتشف مهاراته ومقوماته اللي تأهله لمهنة المستقبل.
طبعا هذا شيء وايد مهم، يعني الواحد لازم يعرف هو شنو عنده مهارات، شنو عنده مواهب، ايضا هواياته شنو، هذه كلها يساعده في انه يعرف هو وين راح يبدع في المستقبل. واحنا قاعدين نحاول ايضا نساعدهم، يعني مثلا من الافكار اللي مطروحه انه بنسوي دوره نخليهم يقعدون مع مذيع، ان شاء الله تشاركونا وهم يقدمون قدامكم برنامج او يقدمون قدامكم فقره، وعاد تقولون لهم ان يعني ان فعلا يعني مثلا انت صوتك اذاعي، انت مثلا تنفع حق تلفزيون، انت لقيت فيك باشن مثلا حق الاعداد، او لقيت مثلا فيك شخصيه مخرج مثلا. يعني انا قاعده اعطي امثله ان شلون ان ممكن في عمر صغير يجربون، يمكن هم ما يز لهم، يعني يمكن لما يشوفون يقولون لا انا ما احب كذي، انا كان عبالي ان انا احب كذي بس اكتشفت اني ما احب كذي. فلما الواحد يجرب غير لما الواحد يكون سمع او مثلا عبال انه هو يحب كذي. احنا كلنا نقول هالكلام لان مرات يعني بابسط الامور الواحد يعتقد ان هذا شيء سهل انا اقدر اسويه، لكن لما يجرب يحس لا ميوله ولا هو قادر عليه، ما يبي يمكن صح. وشلون بيعرف اذا ما جرب؟ صح. وخصوصا ان انا اشتغل بوظيفه احبها معناته راح ابدع فيها وراح احب مكاني مهما يصير داخل الوظيفه، لكني انا ثابت في المكان لان هذا شغفي وهذا طموحي اللي انا قدرت اوصل له. بعد التخرج مرحله جدا مهمه طبعا للطالب، ايش كثر مهم انكم تتابعون الطلبه اللي احتويتوهم وعطيتوهم هذا النصح والارشاد؟ هل لقيتوا فعلا في اصداء مثلا من اولياء الامور، من الطلبه نفسهم، ان انا فهمت نفسي، عرفت انا الحين شو اللي ابي؟ لان احنا يمكن ما نبي الطالب هالمرحله يكون محتار بالنهايه بعدين يختار شيء هو مو حابه وما يبي. شوفي بصراحة احنا مبادرة جديدة، بس الأصداء للحين كلها يعني مبشرة، ان كلهم يعني مثلا يلا بعد مثلا سويتي مثلا غطيتي الجانب الفلاني، لا نبي بعد مثلا الجانب الثاني هذا مثلا. انزين شنو مثلا الاهل دائما يعني على تواصل معي انه والله عيالنا للحين مو عارفين يختارون، ترى ما بقى شيء ويخلصون 12 وهم للحين ما قرروا واحنا مو عارفين يعني شلون نساعدهم، فاذا تكثفون مثلا البرامج بهذه الفتره. يعني احنا من اهم الانشطه اللي نسويها نسوي بوثات ونجيب طلبه تخصصات مختلفه ونخلي الكونتاكت دايركت بين يعني مباشر التواصل بين الطالب وبين يعني طالب الثانويه وطالب الجامعه او الخريج، انه يساله مخاوفه، يساله عن شنو يعني مثلا هل هذا نفس اللي كان متوقعه ولا لا، انا كذي قاعده افكر بالموضوع، انت ايش رايك؟ يعني يسالونهم شنو يعني ببالهم مخاوف. الشيء الثاني اللي قلنا سألتيني عن ان الاهل يعني لما يكلموني بعد، ايضا من الاشياء اللي سويناها حق قبل يدشون سنه 11 اللي هي قبل يدشون ادبي وعلمي، سوينا لهم مع استاذ بدر بن غيث يعني من اجمل الناس اللي تطوعوا معي بصراحه، سوينا لهم خلنا نحسمها علمي ولا ادبي. اوكي هذا فما شاء الله يو عدد كبير للحين مو حاسمينها، يعني قبل المدرسه باسبوع كان ببلش الدوام وهم للحين محتارين بين ادبي ولا علمي. فاستاذ بدر ما قصر والله معاهم وحاول يعني انه يفتش معاهم شوي يحاول يساعدهم ان هل انتم يعني ميولكم ادبي ولا علمي. بالمستقبل هم هذا الجانب راح نشتغل عليه اكثر. نعم. بعد انه ممكن يكون في اختبارات مثلا شخصيا حق اللي محتار طبعا. دكتور انا عندي اقتراح، اتوقع ان الطلبه يعني في هالمرحله يحتاجون دوره يتعلمون فيها شلون يتخذون القرارات، بدءا بالقرارات الصغيره في حياتهم سواء في اختيار ملابسهم اكلهم، لازم يتعلمون هذه المهاره في الحياه لانها راح تخدمهم اكيد في فتره الدراسه وايضا في المستقبل بشكل كبير. عجبتني الفكره، لازم هذه راح ضروري اشتغل عليها لانه صح كلامك، اتخاذ القرار الناس يحسبون انه هو مو فن، لا هو فن فعلا طبعاً. هو لا اسس ولا طريقه وتفكير نقدي. انا على فكره انا اعطي ورش مغالطات منطقيه الفكره منها ان انا اساعدهم على التفكير النقدي، انه يعني شلون تحلل الامور، شلون ما ينقص عليك، شلون حتى انت لما تتكلم كلامك ما يكون فيه اخطاء، يعني انه يكون
يكون وما ايضا تنطلي عليك الاخطاء، يعني اي احد يقول لك كلام لا توقفه، لا اللي قلته يعني اي مقدمتك مثلا لا تتوافق مع النتيجه اللي اعطيتني يعني ان شاء الله راح يطلع لكم جيل كذي ان شاء الله يطول الف عافيه. شكرا لك دكتوره بسمه العنزي، نورتينا في شاي يعطيك العافيه. نور نوركم، مشكورين. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. وراح ننتقل معكم الى فقرتنا القادمه، يعني ما راح نروح بعيد فاطمه، لان خلينا نقول هذه الفقره تركز على البنات الكويتيات اللي ابدعوا في مجالهم. وزميلتنا هدي المسريم تعرفنا على موهبه جديده، لان فعلا الواحد لما عرف نفسه وعرف شنو المجال اللي يحبه ابدع فيه، علشان كذي دائما نشوف نساء كويتيات مبدعات تركوا بصمه في مجالهم، تابعوها. مشاهدينا ونرحب فيكم من خلال فقرة المواهب الشبابية. اليوم راح نتكلم عن الرسم والفن التشكيلي مع الرسامة فجر الكندري. فجر، أحب رحب فيك وبيك تعطينا نبدأ عن نفسك كفنانة تشكيلية. هلا فيك حبيبتي، اسمي فجر الكندري، فنانة تشكيلية ومعلمة تربية فنية. بعد كونك معلمة تربية فنية، هل هذا يعني قاعد تعلمين الأطفال بالمدرسة شلون يعني نبدأ على الفن التشكيلي شوي؟ طبعاً هذا لأن وظيفتي وهوايتي بعد بنفس الوقت، فهذا الشيء يساعدني أن أنا أقدر أطلع المواهب، مواهب الطلبة معي من البداية. ممكن أقدر أستوعب أن هذا الطالب في مجال أنه يعطي أكثر، في مجال أنه يكون فنان، لكن مو يعني ما عنده تشجيع، أو مثلاً ما حد شجعه أو خلاه يمشي على الطريق الصح بالفن. طبعا الفن التشكيلي انواع، اي نوع انت حسيتي نفسك قاعد تبرزين فيه اكثر؟ طبعا انا احب ارسم كل الاشياء، بس اكثر شيء احب ارسمه البورتري، ويوه الناس، هذا اكثر شيء احب اشتغل فيه بلوحاتي كلها. صلت الحين ايش كثر قاعد ترسمين البورتري وداخل في مجال الرسم هذا؟ من زمان والله، يمكن 14 سنه تقريبا. 14 سنه، بس متى حسيت انه والله بديتي تبرزين كفنانه اكثر؟ بديت أشارك بالمعارض والفعاليات كذي من قبل تقريبا 12 سنة، بلشت أشارك كذي. شلون كانت ردة فعل الناس على لوحاتك من خلال هذه المعارض؟ طبعا الحين الناس تغيروا وقاموا يستوعبون الفن أحس أكثر من قبل، فتلقين تشجيع، في ناس ينبهرون من تفاصيل. أنا أحب أحط بشغلي وايد التفاصيل، فالناس يكونون منبهرين من التفاصيل، يسألون شلون طريقة الرسم، فحلو التفاعل معاهم. خلينا نتكلم اكثر عن التفاصيل اللي تحبينها، شنو التفاصيل اللي تميزك تحسين يعني؟ يمكن انا اكثر شيء احب ادقق فيه رسم العين، هذا اكثر شيء احب اقعد فيه اكثر وقت يعني بالرسم، واحس انه يميزني اكثر شيء العيون. طبعا كل فنان له طابع او بصمه معينه في الرسم، انت شنو شيء تحسينه يبرز في رسمك؟ شنو الشيء اللي يميز فجر الكندري في رسوماتها؟ مثل ما قلت لك، انا البورتري اكثر شيء، يعني ما تخلى لوحه من رسمه وجه او شيء كذي، فاحس ان هذا الطابع هو اللي يمثلني، يعني هو اللي يميزني عن غيري. ما ارسم وايد طبيعه صامته واشياء كذي، اكثر شيء ارسم البشر يعني والوجوه. بالنسبه للالوان، في الوان تميل لها من خلال رسوماتك؟ احب الالوان الغامجه اكثر يمكن. ليش الالوان الغامجه؟ شو اللي حببت فيها؟ ما ادري، احس تعطي اللوحه وزن. استخدم الالوان الفاتحه، لكن اغلب لوحاتي لما الاحظها الالوان الغامجه تغلب عليها. بتحسين الرسم اثر على شخصيتك او غير منك من يوم بلشتي ترسمين؟ طبعا الرسم يعني متنفس للفنان، يعني اذا مثلا مضغوطه، مستانسه، ايا كان، يعني فرحانه، زعلانه، بالرسم تقدرين تعبرين عن مشاعرك وتطلعينها باللوحه. طبعا الفن التشكيلي انواع، اي نوع بالضبط حسيتي انه والله هذا النوع اللي اقدر ابرز فيه؟ البورتري مثل ما قلت لك، البورتري، واحب استخدم الالوان الزيتيه اكثر شيء. اي يعني في الفن التشكيلي يكون السريالي، في انواع ثانيه ما جربتيها من قبل؟ بلى، عندي لوحات سرياليه و
ويكون استخدامي فيها الألوان الزيتية أكثر شيء. أحب أسوي سكتشات سريعة أستخدم فيها الفحم والرصاص وكذي، بس إذا على اللوحات الكبيرة أستخدم الألوان الزيتية. خذيت دورات عشان تتعلمين الرسم ولا كانت موهبة شيء من عندك؟ كنت قبل يعني إحنا بالجامعة يعني ندرس فنية، فدرست بفترة الجامعة وكذي، وبس الحين بلشت من بعد ما درست الحين قمت أنا بعد أبلش أعطي دورات رسم. إذن من خلال هذه الدورات قاعد تستقطبين أي فئة؟ كل الفئات. أنا بما أني معلمة ابتدائي فأتعامل مع صغار، وهم يعني لما نعطي كلاسات ودورات كبار وصغار عادي فئتين. شنو الأساسيات اللي تعطينها من خلال دوراتك؟ على حسب المدرب شنو يبي. في بعضهم يبون أساسيات البورتري، قياسات الوجه وكذي، في ناس يبون لوحات زيتية سريالية، تقريبا بكل النواحي أعطي. في نصيحة تحبي توجهينها من خلال هذه الفقرة للبنات اللي حابين يتعلمون الفن، أو يعني فن التشكيلي والرسم وحابين يدخلون فيه؟ اللي عندها موهبة الرسم خلت تمارسها دائما، لا تخليها، لأن يعني هي مثل الرياضة، إذا هديتيها مدة يمكن تقل. صحيح. تقل يعني الفن يقل شوية، فلازم تمارس هذا الشيء بشكل دائم علشان تطور من نفسها. يعطيك العافية ونشكرك على تواجدك معنا من خلال فقرة اليوم. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة مع الفنانة والرسامة التشكيلية فجر الكندري. نشكركم على حسن المتابعة، نرجع للاستديو، مع السلامة. رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. الطفل أساس الأسرة، فواجب علينا أن نلتفت لنفسيته وشخصيته أيضا، لأن الأطفال شباب المستقبل. راح نتكلم أكثر عن الأطفال وشلون ممكن نكسر الجمود بين الأطفال مع ضيفتنا في الاستديو، لكن قبلها تابعوا معنا هذا التقرير. يولد الطفل بدون معرفة، ولكنه مهيأ لاكتساب المهارات اللي تخليه فرد اجتماعي، حيث يكون في هذه المراحل المبكرة من عمره على أتم الاستعداد للتأثر والاقتباس من كل من حوله، فيكون كالرادار يلتقط كل الموجات الصادرة منهم ويخزنها في ذاكرته ويبرمجها فيما بعد على شكل سلوك وعادات وأقوال وأفعال، ويكون التأثر بالأفعال وبما يرى ويلمسه أكثر بكثير من الأقوال والنصائح، وتعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الهامة في تربية الطفل وتنشئته وتدريبه على السلوك الصحيح، ويعتبر اللعب مفتاح التعلم والتطور عند الأطفال. إذن رجعنا مشاهدينا، راح نكمل معاكم موضوعنا. الصراحة جدا مهم، يقلق كثير من الأمهات والأسر شلون عيالنا يندمجون مع باقي الأطفال وفي أي عمر. الصراحة كلنا نسأل هالسؤال هذا. راح بضيفتنا الأستاذة فاطمة عبد الواحد معرفي، مدرب في مجال الإدارة والتنمية البشرية. صباح الورد. صباح الفل. حياك الله معنا أستاذة. أنا أول ما طار على بالي إنه شلون التأقلم الطفل مع باقي الأطفال، يا في بالي إنه هل في عمر صغير يعني يبدأ من أول سنتين يعني مثلا نقول، لكن تفاجأتيني طبعا أثناء الفاصل قلتي لي لا بعمر أكبر، فودي أتكلم من البداية عن هذه النقطة بالنسبة للطفل والمراحل العمرية اللي يمر فيها.
طبعا احنا بالنسبه حق الاطفال نبتدي من خلينا نقول مرحله الحضانه او شويه اكبر، نبتدي هنا نعطيهم العاب تدريبيه معينه تخص هذا العمر بمشاركه عمل جماعي من مختلف يعني الانواع الاخرى من الاطفال. فعلا وايد مهم ان اولياء الامور ينمون هذه المهارات عند اطفالهم. انا اؤمن ان كل شيء مكتسب بالنسبه للاطفال، هم يتعلمون كل هذه السلوكيات من البيت من اولياء الامور. فشنو التصرف اللي مفروض اولياء الامور يكونون حريصين ان ما يظهرون ابنائهم بحيث ان هم يكونون مرنين في التعامل او يحبون المشاركه مع الاطفال؟ في البداية أول شيء لازم إحنا نعود الطفل منذ الصغر إنه هو يتعود على مشاركة الآخرين، تقبل الآخر، التعود إنه هو يقدر يقعد في مثلاً ورش تدريبية صغيرة حتى على مستوى مثلاً خلينا نقول الحضانة أو الروضة، يعطونهم مثل ألعاب تدريبية تنمي هذه المهارات من خلال العمل الجماعي. نعم، بالنسبة حق الورش اللي تقدم للأطفال، خلينا نقول الورش الدراسية أكثر شيء في عمر الدراسة، يعني الطالب هنا شوي يكون نوعاً ما مستوعب أكثر هذه الفكرة، إيش كثر إنها تخلي الطفل ممكن يتأقلم حتى مع أطفال آخرين من جنسيات مختلفة، يعني ما يكون بس من نفس اللغة، ترى اللعب هي لغة الأطفال. صحيح، تأثر بشكل كبير. إحنا اليوم نأخذ الفئة العمرية خلينا نقول من 10 سنوات ل 16 سنة، حتى في المحاضرات في المدارس لما نطلع نعطي المحاضرات هذه نحاول نعلمهم التعلم بالمرح، التعلم بالألوان، أو نسميه اليوم حتى التعلم باللعب. فإحنا في ألعاب تدريبية تنمي مهارة إدارة الوقت، روح العمل الجماعي، التعاون مع بعض، فبالتالي تكسر الجمود عند الأطفال. نعم. هل ممكن تذكرين لنا مثال عن هذه الألعاب اللي تحفز الأطفال على التعاون ومشاركة الآخرين؟ فعلا احنا في عندنا مثل شيء اسمه كرة التعارف، والكرة هذه نحاول احنا نمررها بين الأطفال اللي موجودين، واحد يمررها على الثاني، فيها مجموعة من الأسئلة، الأسئلة لها علاقة بهواياتهم، طبعا كل كرة تختلف، في كرة لها علاقة في اتخاذ القرار، في كرة حسب الفئات العمرية، في كرة لها علاقة في الأسئلة خاصة في المواهب، الهوايات مالت الطفل وهكذا. نعم، انا اتذكر يعني يمكن وايد مر علينا واحنا اطفال صغار الالعاب الشعبيه اللي كنا نلعبها يعني مع بعض، وهي العاب جماعيه. صح. سبحان الله هذه الالعاب كانت تعطي الطفل انه هو يكون عنده طلاقه بالتعامل، يكون اجتماعي اكثر. صح. يمكن لان هذه الالعاب ما قاموا يلعبونها الاطفال، فاحس الالعاب صارت يمكن فرديه نوعا ما، فحلو هني دور كثير من الجهات ان هي تعزز عند الاطفال ان شلون انا اتعامل مع باقي الاطفال، ما اكون معزول بروحي وقاعد وما اقدر شلون اتفاعل معهم. صحيح. حتى في بعض الاطفال استاذ اذا توافقين الراي متعلقين في أمهم وأبوهم بشكل. صحيح. كبير. صحيح. أن إذا مع الأم والأبو أنا مرتاح، من غيرهم أنا ما أقدر أتكلم، ما أقدر أنطلق، تلقينا ساكت طول الوقت، فهذا النوع من الأطفال حسه صعب التعامل. هني شلون خلينا نقول دوركم يينكم تخلون هذا الطفل شوية يعرف يعبر عن نفسه؟ بالبداية اللعبة لازم تكون جذابة، إذا اللعبة كانت جذابة راح تستقطب الطفل وبالتالي تخلينا ينسى موضوع التعلق بوالدينا أو الشخص. هني تنادونه أنتوا باللعب. أيوة، تنادينا يعني. هو راح يستانس. أيوة. لما يشوف اللعبة. نعم، طبعا معرفة الأسباب تلعب دور كبير في تجاوز هذه النقطة بالنسبة للأطفال. شنو السبب اللي يخلي الطفل اللي مفروض هو يكون مرح وحب يلعب مع الأطفال إنه يكون إنسان جامد؟ هل في أسباب معينة تخلق هذه الطباع عند الطفل؟ أحيانا الطفل ما يكون متعود أنه يكون قاعد بين جماعة، يكون نوعه ممكن انطوائي، يكون قاعد مع نفسه، ما يعني هذه شخصيته. شخصيته تكون كذي، ولكن احنا مع تنمية المهارات ممكن نغير من سلوكياته. نعم، هني تخلون الطفل يعرف شلون يعبر عن نفسه شويه وينطلق. صحيح. انا وايد لان اكيد كوني كأم فشفت هالشيء. صحيح. هذا يمكن بعمر الدراسه تتغير الشخصيه. صحيح. انا ودي اتكلم عن نقطه حتى برجع للبدايه، بان الطفل من عمر 10 ل 16 سنه ركزتوا على هذه الفئه العمريه، ايش معنى هالفئه العمريه؟ يعني انا يبالي مثلا ممكن اطفال اصغر، لكن هذه الفئه العمريه حددتوها، ودي اتكلم عن الامور اللي ممكن يستفيدونها اكثر. طبعا هي في هذه الفئه العمريه يكون الطالب خلينا نقول او الطفل في هذا العمر اكتسب مهارات معينه بالمدرسه، صار عنده المام اكبر، صار عنده معرفه ببعض المصطلحات، صار عنده حب ورغبه وشغف في التعلم، فبالتالي هذه الفئه عندها القدره على يعني الاستيعاب يعني لهذه المصطلحات والقيم والمبادئ بشكل اكبر. نعم. يمكن احيانا تحميل الاطفال مسؤوليه اكبر منهم
يلعب يمكن دور عكسي. حلو ان الطفل يتعلم مسؤوليه، لكن في نقطه يعني اتمنى الكل يعني يكون عارفها، ان مرحله الطفوله ل 18 سنه، فهذه دوليا وعالميا. صحيح. يعني صحيح. مرحله الطفوله ل 18 سنه، ف يعني الطفل من يدخل في مرحله المراهقه تكثر المسؤوليات عليه. صحيح. فهذه المسؤوليات ايش كثر تسبب على هذا الطفل ضغوط نفسيه بحيث انه هو ينسحب من الحياه الاجتماعيه؟ طبعا تاثر عليه بشكل كبير، عشان كذي دائما احنا نحاول ان ننمي القدرات والمهارات مالت الطفل بهذا العمر، بحيث ان نحاول نخفف عليه الضغوطات اللي موجوده حوالينا، خاصه التاثير والتغيرات تحصل له بهذا العمر. نعم، وحلو انه ايضا يكون في لكم ملتقيات تشاركون فيها وملتقيات تطوعيه. صحيح. يمكن استاذه حضرتك شاركتي فيها، ودي اتكلم عن هذه الملتقيات، ايش كثر قاعده تفيدكم انكم فعلا تطورون ايضا من مهاراتكم علشان تفيدون المدارس والطلبة وحتى الأسر؟ بالفعل الملتقيات هذه تساهم مساهمة كبيرة في تنمية مهارة الطفل بهذا العمر، خاصة من التعارف، يدخل في مجتمعات ثانية. احنا في عندنا كان ملتقى متطوع المستقبل الخليجي الاجتماعي الخليجي اللي قام بمملكة البحرين، جاتنا دعوة كريمة من الأستاذ عبد العزيز السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي. نعم. وأنا أشكره الصراحة على استضافتنا يعني كمدرب نعطي الألعاب التدريبية واكتشاف المواهب اللي موجودة عند الأطفال. وفعلا هذا الملتقى يعني لقى صدى كبير، غرس روح العمل الجماعي والعمل التطوعي، وحاول أن يعطيهم المهارة هذه اللي هم راح نستفيد منهم إن شاء الله بالمستقبل. نعم. إن شاء الله. قاعد نشوف لقطة من أو لقطات من الملتقى، وقاعد أشوف تفاعل الأطفال مشاركين. إيش كثر مهم بالنسبة لهم كأطفال أن يشاركون مثل هذه الملتقيات والورش أيضا؟ وايد مهم أنهم يشاركون، لأن هذه تساعدهم في التعود وتقبل الآخر حتى في المجتمعات الأخرى. صح. بالبداية يلك الطفل هو خايف، حتى لما توزعينهم على مجموعات يقول لا أنا تحطيني بمجموعة ثانية، يطلع يقوم شوي شوي يروح طاولة ثانية. وهذا كان شوية من الصعوبات اللي واجهتنا في البداية، ولكن تغلبنا على هذا الشيء من خلال الألعاب التدريبية والعمل الجماعي. والله يعطيكم العافية. يعني أنا قاعدة أشوف كثير من النقاط اللي ذكرتيها، فعلا يعني الطفل وايد يمكن يصير عنده أحيانا خوف، تردد، ما يعجبه مثلا لما تقولي له فكرة، يبي فكرته أو يبي يطبق رأيه، لكن في أماكن مثل المدرسة في قوانين وغيرها من الأمور لابد أن الطالب يلتزم فيها، علشان كذي هني لازم يعرف شلون انا اشارك الراي. صحيح. والراي الاخر وتقبل هذه الاراء. يعطيك العافيه استاذه فاطمه، اذا حابه تضيفين كلمه اخيره للساده المشاهدين بهذا الموضوع، خصوصا بالنسبه لتربيه الابناء والثقه بالنفس اكثر شيء. انا طبعا دائما انصح في ان يحاولون الاسره تحاول ان تنمي هذه المهارات عند الطفل، خاصه في المراحل هذه، وتعوده على المشاركه في هذه الملتقيات اللي تساهم في تطوير. نعم. مهاراته بالمستقبل. نعم. شكرا لك استاذه فاطمه معرفي، نورتينا اليوم في شاي الضحى، موفقه يا رب. شكرا. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. راح نطلع مع كل اللي قاعد يتابعونا لفقرتنا الأسبوعية مع زميلتنا هبة القحطاني اللي تاخذنا في جولة مميزة في عالم الرياضة، تابعوها. صباح الخير مشاهدينا، اليوم في فقرتنا فقرة الرياضة والصحة راح نتطرق إلى موضوع الورمب. طبعا في البداية شيء جميل جدا أن الواحد يحافظ على صحته، يتجه إلى النادي ويؤدي بعض التمارين، مو شرط أنه حتى لو يتجه للنادي، ولكن حتى إذا يبذل مجهود خاص في أنه أكيد يتطرق لموضوع التمارين الرياضية للمحافظة على الصحة. طبعا أكيد بالنسبة لي تمارين الورمب شيء جدا أساسي في التمارين الرياضية.
قبل لا تأدينها تقومين بعملية الوارم اب اللي هو تحمية الجسم واستعداده إلى أداء التمارين الثقيلة. طبعا هذا شيء جدا مهم ومفيد. ليش؟ لأنه راح يساعد جسمك إنه يصير في استعداد لأداء التمارين اللي راح تقومين فيها بعد الوارم اب. اليوم عندنا موضوعين بالنسبة حق الوارم اب، عندنا تمرين الجامبينج روبس ولكن بدون استخدام الحبل، راح نستخدم يسمونه الاير جامب روب، وعندنا تمرين ثاني اللي هو جامبينج جاكس. طبعا تمرين الجامبينج جاكس يعتبر من التمارين اللي مو الكل يحبها لان فيها نوع من القفزه والحركه، فممكن انها تكون شوي متعبه للبعض. عندنا بالنسبه حق اول تمرين اللي هو تمرين الاير جامب روب، راح يكون بهذا الشكل، تقفين كذي وتمسكين ايدك كانك ماسكه الحبل and you start to jump بهذا الشكل. طبعا هذا جدا مفيد اكيد للقدم، للعضلات هذه. التمرين الثاني مثل ما ذكرنا اللي هو تمرين جامبينج جاكس، لازم يصير تقفين بهذا الشكل وتبتدين انه يو ستارت تو جامب. مثل ما ذكرنا هذا التمرين مو الكل يحبه لانه في نوع من القفز وايضا في نوع من ان اوازن جسمي في هذا التمرين، فممكن انه يسبب شوي مجهود للجسم، ولكن هو اكيد بالنهايه ورم اب، فبالتالي يسبب استعداد للجسم للتمرين اللي انت مقبله عليه. هذا اليوم كان موضوعنا، تطرقنا الى نوعين من التمارين الرياضيه بالنسبه حق الوارم اب، تكلمنا عن الاير جامب روب، وطبعا هو جدا مهم وجدا مفيد، ممكن انك تأدينه باستخدام الروب اذا حابه وممكن بدون استخدام الروب. وثاني تمرين كان عندنا حق الوارم اب اللي هو الجامبينج جاكس. ان شاء الله تكونون استفدتوا معنا في هذه فقرتنا اليوم بالنسبه حق مواضيع الوارم اب، ونشوفكم ان شاء الله في فقرات ثانيه. إذن مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم تشاي الضحى. يعطيك ألف عافية ريم، ما شاء الله الشكل النهائي وايد حلو، والبساطة البساطة بالموضوع، يعني لأن ما اخترتي وايد ألوان بالكريمة، أحس الطعم راح يكون لذيذ بالشكل. طبعاً أنا ذقت بصراحة الكيكة، يعني كانت لذيذة، خصوصاً مع الشاي. بالضبط، تسلم إيدك والله يسلمك. فعلاً كنا نحتاج هذه الأجواء المميزة في إن إحنا ننقلها لكل متابعينا من خلال شاشة تلفزيون الكويت. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا مثل ما إحنا استمتعنا. شكراً لك أستاذة ريم، شكراً أسماء، شكراً لكم على الاستضافة. مع السلامة. مع السلامة.